الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله، لا ولا شريك له، لا الملك ولا الحمد، على كل شيء قدير، لا إله إلا الله، 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 لا الله سبحانه وتعالى يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا. أكثر الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بكل الأوقات، لكن بزيادة بيوم الجمعة. وبعد النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليها بها عشر. وش معنى صلاة؟ وش معنى انك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ وش معنى الصلاه؟ وش معنى الدعاء؟ وبعد وش الذكر؟ انك يذكرك، ان تخيل الله سبحانه وتعالى انت تذكر محمد عليه الصلاه والسلام مره واحده، الله سبحانه وتعالى يذكرك 10 مرات. فاللي يذكر الله سبحانه وتعالى اموره بخير، وهمه منجلي ان شاء الله باذن الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، اكثر من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا زيد بس على كلام ابو يوسف، لا تنسون اخر ساعه من يوم الجمعه ان شاء الله. يوم احنا في يوم الجمعة، لا قمنا بدري، اللي يقوم بدري لا ينسى الدعاء فيها. الله يكتب أجركم جميعا. اللهم امين يا رب يا خير. الخطبة عندك ها؟ الخطبة عندك اليوم، الخطبة عندك. صوتك تجعل ما بين الجمعتين مو صح؟ نور ما بين الجمعتين والله. هذا ماني متأكد من صح. نور ما بين الجمعتين. ماني متأكد من ذي المعلومة. أنا سألت الشيخ سعد الغنام. سألت الشيخ سعد الغنام قال لي ما أكد لي، فهمت؟ لكن قرايتها طيب وقراية القرآن طيب.
فساء مطر المنذرين. قل الحمد لله وسلام على عبادي الذين اصطفى. الله خير أما يشركون. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها. أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا. أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض. أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها حمون. فقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا وآباؤنا إنا لمخرجون. لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل عسى يكون ردف لكم أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون. وإن ربك ذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون. وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. عليه توكلت ورب العرش العظيم.
اني واجهت مثلا احد المواضيع اي موضوع احس اني اتحسف واقول يا اخي ليه يا اخي ما هو يستاهل، مع انه هو على حساب نفسي الموضوع هذا. فلا بالعكس، نفسك اولى من كل شيء، وطيبها اوقات يا اخي ودك انها تكون ايش، ما هي بمره ولا هي بارحب، عرفت يعني، خليك انسان وسطي في هذه الحياه. صح، الوسطيه دائما جميله. فاللي ودي اغيره صراحه طيبتي، ف طيبتك نعم الطيبه الفاخر. انت طيب يا ابو مرعي ولا مخطيبه كلها يعني، والله فداك لان ما خرب منك. مرحبا كلهم، الله يسلم. تسلم، تسلم طعمك. من قال يسلم والله، اولا الاول من الاولات، فاللهم صل وسلم وبارك وزد على نبينا محمد. اللهم صل وسلم. سعد مبروك اللي جمعنا مع الوجيه الطيبه هذه، والله يجمعنا وانتم في جنات النعيم. اللهم من والدينا ومن نحب. اللهم الشيء اللي انا اتمنى، اتمنى ان الشيء هذا خلاص يروح مني. قولوا الشهاده. وش يا اخي الهواجس يا ود التفكير. مثلا الحين في واحد جالس قال لي سالفة، طول في السالفة، أنا أشطح في شارع ثاني، في خط ثاني، أروح بعيد أهوجس في بحر الحال، وهو معي يحسب أني مركز معه في السالفة، وأنا لا مركز في أفكار اللي قاعد أفكر فيها وهواجيسي، عرفت. أما الطيبة فأشوف أنك يوم تقول أبغى أنزع الطيبة هذه، ترى الطيبة هذه تراها نعمة يا مشهد. الحمد لله. نعم، وإن شاء الله أن الله لا ينزع الطيبة منا كل. الله بس تسمعني مداخلة. إيه أنا أبغى ردا تعقيبا على كلمتك. نعم. لا شوف، انا لما اتكلم عن الطيبه ليست الطيبه اللي ربي يعني زرعها فيها، النيه، وهي طيبه الفقير انت كانسان مسلم. ها لا، في طيبه حددها، قال طيبه الفاخر. الفاخر في طيبه، لا ما في طيبه فاخر. صل على النبي. الطيبه اللي ما لها اللهم صل وسلم. في بعض المواقف انت مثلا، كيف اقول لك، ما ودي احدد موقف معين بس بجيب لك اياها بصيغه عامه، ان في بعض المواقف انت يعني تمشيها حتى على حساب نفسك يا اخي. احتسب الاجر، اجرنا واجرك عند الله سبحانه. الله يجزاك. اجرنا واجرك عند الله سبحانه. الله يجزاك. بس يا اخي نفسك، لنفسك عليك حق. نعم، لنفسك عليك حق، ولكن انت مداخله. الطيبه هذه شيء ضروري مني. انا اتكلم عن الطيبه السلبيه، انت شكلك مركز. لا بس شوف في طيبه، الطيبه اللي انت تتكلم عنها اللي الله ينزعها من قلبي. هو كان يهوجس وانت تتكلم يمكن. صدقت. تفضل يا خالد. خلاص اخوي جابر. ايوه خلاص. الله يهينك. عندي طال عمرك دقيقه اسكت. مستوى القبول اللي عندك اليوم شكله قليل. الله يهديك وراضي. مرحبا بالعسكري. طال عمرك في مواجهه بينك وبين احمد دنعه حجر المقصف. طال عمرك شو من يبدا الحوار. عندك عبد المحسن، والله ما تعدى انت وياه. والله ما تعدى على فدي انت وياه. هذا انا سبقتني للجميل يا ابو ناصر. انت سباق بالعلوم الطيبه، وانت وشيبانك حجر الربي قص. اسمعني، هذه فقرتي، لا تخربها الله يرحم والديك ولا قم مني. انا سلمت، ما ابغى العب حجر، ابغى يتكلم. مرحبا مثلا. اسلم الله. كان يقول يا سلام. والله يا ابو راضي سؤالك جميل وفي محله. تفضل. طال اللي اجابه اجاباتهم جميله برضه، لكن انا عندي نقطه. انا اجامل مجامله احيانا اشوفها سلبيه، المجامله الزايده تنقلب احيانا الى ضدها. نعم صدقت. واحيانا في ناس يستغل هذه المجامله، اني اجامله الى ان هو يستغلها، ولكن ان شاء الله اني اقدر اتخلص من هذه العاده. تخلص. نعم تخلص. فهي مقاربه للطيبه، هي نفسها المجامله والطيبه، لكنها مجامله برضو فاغره. نفس الموضوع، هي تصب كلها في الفغاره. الفغاره لا توصل اهم شيء للفغاره. هي على شيل الفغاره كلها بتصب على كلها. وديان تصب في وادي الفغاره. ايوه. وديان هذا وينها؟ لا ما في ودي. لا تتشعب. انت تشعب. انت نفس المشكله اللي عندك، انت تهوجس وتتخيل الوديان. لا هي مجازيه. ممكن. يعطيك العافيه على الله يا حبيبي. دخلتك الحلوه. الله يطول عمرك يا اخوي. وجهك لحاله هيك. الله يجعلني في داخل شنطك. عندك يا فهد اسلم. السؤال وش هو؟ السؤال طال عمرك اللي هو شغله في حياتك. يقول ليش قطعتني؟ خلاص انا صاحب القرار هنا، انت تسكت. صاحب فرار. كاره. السؤال يقول لك شيء في شخصيتك ودك انها تغيرها، هي الوحيده اللي تغيرها وتتغير معك ان شاء الله. انه يعلق على كلام ابو صالح. اسلامل نفس المجامله. جامل الجامل وقت المجامل بعض الاحيان طول عمر سلبي عليك انت، بعض المجامل ايجابي لك انت. لكن انا اشوف ان السلبي يرجح الكفه على الايجاب. طيب انا اشوف المجامله حلوه والله مره. إيه بس في احيانا اشخاص المجامل بعض الاحيان ما يبذل لزوم لابو نفسه ولا ابو جده يستغلها. يا سلام.
يعني اشوفها انا اشوفها من هي من الشخ في مجامل الزايد مجامل الزايد وطيبه الزايد هي كل شوف في بعضهم ترى يستغل طيبتك ايه هذه ويحسب انه هو اللي وش هو اللي مدرك لنا الامور كلها يستغل طيبتك صح انت طيب قلب تعطيه اللي يبى ما تدري انه يستغلك ايه فلذلك انا اعرف لك واحد طول العمر من قوه انه طيب طول العمر صار الرجل ياخذون حقه قدام عينه هو على نياته عادي يقول عادي يستاهل يسكت الطيب الفاغر وهم من وراه طول العمر يضحكون عليه يطقطقون عليه هو ما اخذها وش حسب النيه صحيح. وكم مرة الرجال ذا كم مرة هرجت والله رجل إنه يمكن تعدي يمكن 9 مرات إنها من غلط ما هرجت يعني من غلط كل ولد الرجال اللي يأخذون حق قدام عينك غدي إيه هم ما يقولون طيب أنا هو قلت يقولون ضعيف قال يا رجل والله ما أقصدي معني إني أسبب فتنة بيني وبينه لكن وش أبغى يعرف اللي له اللي عليه صدق رجل اللي يأخذون اللي بعدين الرجال ذا كان حتى يعني فيه ناقص شوي لدرجة إني يعني شولف عند فلان وشولف عند فلان لدرجة إني يجي يا رجال فلان قال قال بك فلان قلبه فضيخ علشان أطيبني علشان أطيب إيه صحيح فمجامل هالزايدة موت موت تتعب والله والله به كلام أنت كفاية هادي في كلام لا بدي مداخل مداخلتك أنا طلبت مداخل لا يقولك لا تجامل على حساب نفسك فهي تدخل فيها المجاملة أوقات تجامل حتى على حساب نفسك نعم. وفي فن اسمه فن لا لا والله اني صادق انا اي شيء تبي يعني في ناس تسحينها تقول لا ثقافه اسمها لا. ثقافه لا تعلم متى ان تقول لا هذه في قالها في كتاب فن اللامبالاه انك تتعلم متى لا. نعم تعلم متى تقول لا يا اخي في امور انت تستحي منها بس انها على حساب نفسك فتقول لا تضرك اي هاي تدخل فيها الطيبه الفاغره و المجامله الفاقره المجامله الفاقره الله اني اشكرك على الله الله يطول الله وجهك على المداخله رجعني والله فدوه هذا ابو راس الاخوان اخوي تراكم تجاوز والله ان ابو دن عنا صاحبي علي على والله حشمام تجاوز القانون قانون في الجلسه لا تجاوزت ابو لا لا يستاهل انت تستاهل رجعنا ما خلا منك ما ترد من الجميل ورا مرحبا مريم علمك انت ما ترد من الجميل ورا الرجال متجمل على والله الله يبارك عليه الطيب ويخليك قول لا اله الا الله انت الجامع الحين المحور طال عمرك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الله يصبحكم بالخير جميعا قول الله لا والله الله هو مدير محور جعل مدير محور ربي اللي جمعنا مدير هنا يجمعنا في جناته باذن الله قول لا اله الا الله الشيء الثاني يا طويل العمر السلامه المحور طال عمرك احنا قبل شوي نتكلم عن المجامله الزايده والطيبه الزايده لا لا انا والله ظنتي بيض الله وجيههم الشباب وضحوني يا الربع بشكل يكون طيب زياده وجامد زياده مثل ما هو فاعطيته على جنب هذه مشكله صح والله يا رجال مشكله انا والله ودي اغيرها من نفسي عمرك وبشوفكم الحين انت غيرت الحمد لله ودك انك تغيرها واللي ما يعجبه انا مره اشوفك كيف الحين جامل على حسب نفسي وزها خلطاطي انا شديد انا بديت من اليوم بديت من اليوم بس يلا اسلم فايش اسمه ابشركم اني غيرتها الحمد لله انا اشكره وكان وش اليوم وش كان في تقاطع اللي هي طال عمركم اللي هي المجامله الزايده والطيبه الزايده لا احكي لكم انها اثرت علي لكن الرجل يتخذ قرار صارم والله انبسط استنى حسبي الله عليك هادي والله اني اعشقك الله يسعدك الشيء الشخص لازم يتخذ خطوه صارمه ولا يؤثر على صحته النفسيه ولا على حياته ولا على مستقبله صح فالطيبه الزايده والمجامله الزايده اللي هي اختصرناها كلها الطيبه المجامله الفاغره يا سلام هو لحد الحين انا لحد جعل عمرك طويل يا هو كومنت انا كانت عندي انا احكي لك اللي عندي طال عمرك الشيء الثاني عنده مناقشه بعيده هادي
سم من معطيك المحور ذا؟ أنا كذاب أنا وعلى المحور ما عليك مرحبا بس ما بعد خلص الربع خلي خلصت من المعذرة إن كان طولت عليكم أستاذ عبد الرحمن فأنا اتخذت خطوة إنه يعني لا شيء لا شيء يؤثر على نفسيتي ولا صحتي ولا مستقبلي صحيح هذا وأشكركم الله يبيض وجهك والله يبيض الله يبيض وجهك لكن يا الربع أنا عندي إن شاء الله واحدة مرحبا بك طبعا عندي شغله واحده الربع من اليوم نفس الكلام احنا نبي نطلع نفس الكلام احنا نبي نطلع من جو المجامله والطيبه الزايده تسمع عيد السؤال هو ايش المحور عرفت السؤال انت ولا عرفت السؤال مرحبا وسهلا مرحبا ابو عاشر سلح عرفت السؤال وشو عرفت السؤال السؤال يقول لك شغله فيك انت حلو تبي تطلعها من شخصيتك فاهمين يعني شيء سلبي ولا ايجابي شغله واحده مؤثره فيك ولا انها طيبه فيك بزياده الطيبه والمجامله خلصت هذه ما اتوقع فيها غير هذه اجاباتنا احنا كاشخاص يطلع اجابه المحور من اليوم هذه نبي نطلع برا الجو بما انكم تكون جايين من اول اثنين جو اللي هو صاحب العزيزي عزيزي وعبد الرحمن عزيزي ويا حجره مقص شباب قوانين يلا اسلم يا عزيز انا سويت كذا اوكي اسلم اسلم كذا العكس صح انا والله ما يحضرني شيء اروح عند العزيزي لين افكر في شيء بسم الله عند العزيز والله في عيدك من اليوم طيب انا جميل الاحترام والتقدير للجلسه والله والله طول عمرك يا من ناحيه التقدير والله انه فاز بندنعه انه قدرنا خلاص شباب الصوت عند العزيزي عندك العزيزي يسلم والله ما في شيء على ما قال ودي اغيره او اني بغير من شخصيتي راضي تمام الرضا لكن عندي شغلتنا ودي انوه عليها ما كل كلمه طايشه تجيك لازم ترد عليها ولكن من تكلم معك لازم ترد عليه بن زويبن يقول صد وتقول ما وحيت لو انك وحيت انا رضي طيب ما هو رخام يا سلام والله ما تندم على اللي قفيتك هاي ذيبن عن وليشه اهلامه رديت نفسي للرضيه ورديت لو الرد ما يمس الكرامة هي ليتني عنها بكمية ذريت ولا بشبير من جناح الإمام الله تمنى أن خلاها نعم. نزل نفسي الرضية ورد وهو رد ما مسك كرامة لكن تمنى أن كبها وسفها وخلاها أشكرا. ما كل كلمة تجيك طايشة أنك ترد ويقول, ويقول بعد من زويب لو كل كلمة اللي جاتنا طردناها بعنا ثمينها بسعر ما يخرج يا سلام الله سلام الله بصيت فيه تصويب بعد شوي اللابسين بدل لبسوا ثياب ما عندنا ثياب ما عندي ثوب ما عندي ثياب اي والله الله مداخلة جميلة يا ابو شوم الله يسلمك انت جميل الله يسلمك وعلومك كلها طيبة عليك زود يا براد لك صوف الربع الموجودين عليك زود الله يسلمك اخلاق والله ما عرفتك يا براد عقب ما ركب بس يا شباب الدور الدور يا براد عند اخوي سعود الحشان طول عمرك حياك الله مرحبا انا الشيء اللي والله ودي اغيره هو شيء سيء جدا اللي هي العصبية لازم اغيرها انا من ناحيتي انا اللي اكتشفتها فيك العصبيه فلازم تغير شوف هي تحضرني في اوقات واوقات لا تستفز بسرعه فانا من الناس اللي استفزازي سريع صحيح مو هو على طول يعني ما ها يجي مرات ومرات لا على حسب الموقف اللي انا فيه فاللي ودي اغيره فيني اللي هو سرعه العصبيه الانفعال عندي تنفعل. اتمنى انها تتنرفز يعني تخف ما قلنا تروح تخف لين في بعض الاوقات يستاهل انك تعصب وبعض الاوقات يستاهل انك تعصب انا كان مدري نفسك اخوي سعود طيب الله يطول عمرك سعود الحشان دخلتك حلو انا كنت راح اقول كلمه والله نصيح لان انا قبل عندك عاد تفضل انا دقيقه بديت كلمه كبدك لو سمحت دقيقه يا هادي استاذ بس سامع شيء في اداره الحوار طال عمرك ما عندي الحوار ما نقدر يا هادي هادي اذا جاي عندك كلام هادي اسلم اسلم يا اخي يا اخي يقول اداب الحوار اسلم اسلم اداب الحوار يا سلام يا عايض والله يا سلام يا عايض ايش خل الرجال والله العظيم اني عجبني انا كانتيني شلبي اني انفع شو المفروض اني انفع لك دورك خلص ليش كله الله انا ما جاء دوري صح ولا يا رجل كيف تدير الحوار هو عشق انا اطلع من الحوار لا 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 براد انا ما ادري الحوار لا براد اسلم والله ما ادري الحوار والله ما ادري الحوار خلاص ادري الحوار
خلنا ندير حوار والله انا بدي اقسم بالله يا اخي انت تدير حوار خلي اللي غيرك ياخذ مجال يتكلم تدير حوار وانت تتكلم والناس ساكته ذي كلها والله ما ادري يديرون حوار شغله سلبيه في حياتك شخصيتك في شخصيتك وش السلبي والايجابي شيء تبي تغيره والايجابي اللي ممتاز عندك فرط الحركه ودك تكتسب فرط الحركه اتفق ابي اقعد في هذه صدقت يعني الشيء الايجابي انك تبغى تكتسب كيف تتحكم في فرط الحركه نعم شيء حلو غيرها ايجابي يعني شيء زين فيني؟ أي شيء زين فيك وأنت معجبك الشيء ذا وش؟ قلبك؟ كفو طيب بقوة كفو وبعض الطيب ما ودك به لا تجملت وطبت لك واحد لعب ترجي ورشي خلها يا سلام إن جاء منه طيب لا مو بغض النظر على الجميل ميب على الجمايل لا الطيب بقوة خل طيبك بحدود الطيب. بس ما اقدر على الشيء ذا هذا المشكله طيب ما يتحكم بقلبه طيب محمد جابر ايش عندك والله تخلصت باقي الرجال ماجد تفضل يا ابو والله ماجد انفعل بسرعه هذه النقطه السيئه جدا هذا ما ينفعل بسرعه مثل لما تحط النار على البنزين هذا نقطه النقطه الثانيه وش صار ثاني حقك وش صاركم ثاني شيء سلبي شيء ايجابي يعني حاجتين ايش النقطه السلبيه اللي فيك او النقطه الايجابيه اللي تبغى تكتسبها دائما احاول اقدم الخير ان شاء الله هذه فيني يعني اللي اشوفها واللهم لك الحمد عليها الله يوفقك الله يوفقك جميعا عندك يا بسام باش عندي ايش الشيء السلبي فيك او الايجابي اللي تبغى تكتسبه الشيء الايجابي اللي فيني اني طال عمرك ما تسمع في كل الكلام اللي يجيني ممتاز ولا احسب الحساب والشيء السلبي طال عمرك اني مرات مو بدا مرات اعصب بسرعه يعني سريع الانفعال سريع الاشتعال بعد هذه مشكله بس لاحظت ان في ناس كثير يا اخي ايه سريع الانفعال شوف انا امسك نفسي صدق امسك نفسي لين 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 خلاص لين تقول بوم بعدها خلاص نعم بشركم القطوه ذات عافا امس كان تعبان اليوم عيونه طيبه انا اتوقع انها في الجينات العربيه بشكل عام سرعه الانفعال هذا العرب فيهم هذا لا في ناس لا والله في ناس هي اكيد في شباب بس نسبه كبيره جدا من العرب من الناس اللي حارين يعني انا اشوف ان في ناس باردين مره جدا لا يعني في ناس باردين تسولف معه احر ما عندك انت برد ما عندك انك عادي كانك حتى لو تحاول انك تخليه ينفعل ما ينفع سبحان الله شوف البروده تنقسم قسمين قسم انك تتكلم مع واحد ففعله بارد ولا هو بيعطيك وجه زي ما تقول ما يعطيك الا زي ما شو اسمه هذه قول معي الحوار الاستجابه إيه الاستجابه تكون بارده والشيء الثاني في ناس باردين لكن يعطيك الاوله والثانيه والثالثه فلو. اي انا اقول الشاعر الاوله والثانيه والثالثة بالذبريع والرابعة من الأشياء اي والرابعة والخامسة والله اني صادق اي والله مثلا ف البرود تنقسم قسمين انا شايف صادق يا انه كان عصبي اول فعدل النظام انا كنت والله من النوع اللي يعصب واجد الين احسب الاولى ما الثاني ما الثالثة لا والله الثالثة عندهم اما انا رجالا بذب الريع والله فيك والله الله يستر عليه والله وجهك الى هنا تنتهي سهرتنا ونصائحنا والله يبيض وجهكم ونستودعكم الله قمنا يا رجال الله يجيكم الله يبيض وجهكم يا رجال اسم الرجل تموضع هاني اعطونا السواليفين الله يسلم تقاربوا يا رب تقاربوا ابو مفرح قربوا تقاربوا نادر اقرب
اعطونا ما اعطاكم الله سولف علينا او شيء. تفضل صوتك متغير عشان ما خير. ايش في صوت؟ زكم في صوتي ما في صوتي زكم الا الا شيء والله يمكن بدايه زكمه يا عيال ما الا هي 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 الله يستر. بينكم بعض العيال يتروشون يدخلوا الغرفه وهي ثلج درجه حراره 18 انا تروش وطلع في الهواء ذا والمكيف المكيف اللي في الغرفه ترى ثلج 18 لا طيب لا طلعت في الهواء ذا عادي لا حتى الهواء والله خطير والله اي والله شو نسوي؟ الله اعلم ايش عندنا يا رجال الحين ايش اليوم فيها توقع فيها ايه لا عرفت عرفت ايش تصويري اليوم فيها وش اليوم اليوم الرجال اللي عليه ملاحظات البرايم خلوها الصبح يقول عشان اللي يطلع ما يتعرض الليل وما يسرح من الصباح تعود على ما اسرى الليالي سرى احسب اني على حقيق ويجري لين شفتك تعامى وانت عينك ترى وانت عينك ترى كيف قساك وقتك وانت عظمك طريق وش صار بغيابي كيف هل ترى كيف هل ترى سبني على حقيق ويجري لين شفتك تعامى متعود على مسر الليالي سرى اللي قبله وش هو؟ من يضر على حاجة يبيها ضري إيه؟ من يضر على حاجة متعود على مسر الليالي سرى يضر على حاجة يبيها ضري أحسن ما جت طيب يا الربع نبغى كل واحد منكم يعطينا موقف حصل عليه في دراسته مواقف دراسية موقف أنا سيء أنا بعلمكم موقف سيء عشان بعدها يلا إن شاء الله إن البلد جينا المهم يا طول عمر السلام تقربون يا الربع رحت من البلد على نسل المهم يا طول عمر السلام هذا سنة مسنين وأنا في سنة ابتدائي تعرفون الترم الأول مدرسين والترم الثاني يجيبون مطبقين المهم والله يجينا ذاك مطبق والله يا الربع أني ما خطيت عليه لكن دخل علينا ذاك اليوم وانا متحمس مادته احبها وكذا مادة التعبير والانشاء المهم اول ما دخل قال يلا نبدا نكتب عن الموضوع الفلاني المهم اول ما دخل وقالها انبسطت انا واشل الشنطه ذي اللي فيها القلم واسوي بها كذا واخذ القلم واكتب لا والله الرجال زعل تعرف المطبقين احيانا الله يهديهم يبغى يثبت نفسه من اول يوم ويبغى يجلد والله انا يضحي بي قوم قومني وطردني من الفصل وافصل علي قال والله انت اخذ اثنين ذيك الايام اثنين اللي ياخذ اثنين في شهادته مصيبه المهم بالفعل نزل لي اثنين في الشهاده حصل وراها علوم ومخاصمات هذه من المواقف السيئه اللي ما انساها ودينا تنعاد بالدنيا ولا انا اشوف انك ما سويت شيء غلط انا ما سويت شيء غلط اي ما سويت شيء بس احنا سبحان الله هذا كل واحد يعطينا دولي وش قاعد يسوي؟ هذا يوغا. وش ذا يوغا؟ يعني استرخاء. كيف؟ والله ما. هاي عند أحد ذا اللي من هو؟ اللي الموضوع عند أحد؟ إيه. وش دي؟ ثلاثة أربعة. نادر والله تذكر يوم انك تصحينا تذكر الدنيا دواره الدنيا دواره يا رجل اكثر واحد يصايح على العصر شفت تقضيت منك خلاص انا صحيتكم اما تقضي انا تقضيت منك الحين خلاص الحين بث تقضيت ولا لحن ما قد غرّت ما قد رد عليه وغرّت في المنشل لا
بعدين معطيه بلوك انا من الردود ما اقدر ارد عليه. اجل مركبين عليك يا اخي. الناس تبي منك ربنا وربما مشخصنين. انا ما عندي شيء اقول. انا خاف اقول ان قلت شخصنوها قالوا يستعطف، ان قلت مدري ايش قالوا مدري ايش. التعاطف هذا خلصنا منه، درينا كل الشعب السعودي كله يد انك تتعاطف. اعطنا حاجه جديده. انا اعوذ بالله اتعاطف. ارقص ارقص على احزانك. الرسول يقول عقلها وتوكل. اي والله انا معقلين ومتوكلين على الله. اللي زي ما تجي تجي. هذا لا يا يا حلو مقسى قلبك دمت الروح اللي تحبك. يا حلو مقسى قلبك. عندكم اداب حوار هناك؟ عندكم بعد اداب حوار؟ فوق النخل فوق يا با فوق النخل فوق والله ما اريدك باليني بلوى فوق النخل فوق طمر في سطرين مدي هذا اربع سطور طمر والله ما اريدك. والله اني انا كسفت انك ومن الشباك لارمي لك حالي ومن الشباك لارمي لك حالي ومن الشباك لارمي لك حالي ومن الشباك لارمي لك حالي. يا حلو يا مسلين يا مسلين يا حلو يا مسلين يا اللي بنار الحب كوين. يا حلو يا مسلين يا اللي بنار العقري كوين. يا اللي شباك لارمي لك حالي يا عيني. يا حلو يشغل بالي ومن الشباك لارمي لك حالي ومن الشباك لارمي لك حالي ومن الشباك يشغل بالي. اللي قبل شي غنى ثلاث شي فوق النخل فوق يا بابا فوق النخل فوق مدري الله وين مدري خل فوق يا بابا النخل فوق فوق النخل فوق. قم قم أجل أبكي بك فوق والله ما أريدك باليني بلوى. لا 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 النخل فوق يا بابا ارقى ارقى النخل. لا اذا قلت فوق النخل سوي نكته. لا لا ما سوي كنت ارقى. يلا خلاص سجل خلنا نغير الاغنيه. اداب الحوار اداب الحوار اداب الحوار. لا والله عزيزي غنينا بك ضحكنا بك. دقيقه دقيقه اضحك. يلا كلنا مع بعض تنفسوا انفاس الفجر يقولك حلوه. تبون اعطيكم تدريبات اليوغا؟ لا لا الا تبون صح؟ لا يا اخي لا تحجون تقول نبا. لا تحجون تقول نبا. لا ما نبا. عطنا تدريبات التايكوندو. لا ما نبا ما نبا. طيب لا بالله خلونا نتنفس. ما نبا ما نبا. طيب شغله تحجير بتا... لا ما نبا ما نبا يا عيال. لا ما نبا. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله يا عيال. طيب لا قول لا اله الا الله. قول سبحان الله. لا سبحان الله. طب والله سبحان الله سبحان الله. خلاص سبحان الله كسبت صح. انا طالبكم طلب خلونا. لا لا ما نبا. لا يلا شوف القمر. لا لا شوف السحاب. لا شوف المطر. لا يا
شيخ بذران انت عندك خلنا نقوم نسوي دبكه يلا لا يلا لا انس خلاني اقوم معك مش عليك لا مش كاني امنا لطيف وصيتني يقول لا عايله حد يلا اقول لكم سالفه لا لا ما ابغى سؤال اليوم انا ابغى انا بنسكت تبغى من التلفون شيله لا ترقد لا تسهر لا تصحي تحب سعد عتيبي ايوه وقلنا خل فوق يا فوق النخل فوق وقلنا خل فوق يا فوق النخل فوق والله ما ريدك باليني بلوى لا 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 ما عمرك غنيتها فوق النخل لا في صفري لا يا صدق صدق بالله عني صادق اعطوني موقف لكم تصير كذا مثل هالوقت لا الدنيا الفجر يصير في مواقف كثيرة يلا وش موقف لا انا بعطي سالفة يلا عطنا موقف مواقف صباحيات يعني نبدا من اليمين بعد ما نصلي المسجد ناخذ لنا فرتين يلا تفضل بس امانه قلت الصدق والله انك تقول الصدق اي والله يلا شوف انا كانت عندي طقوس بعد الفجر اما اني اروح اما العزبه ولا ناخذ لفتين في الحاره بعد الصلاه اما اني اصلي وعلى سنه ايام الحلال ولا فرتين على رجولي انا والعيال يا سلام ترد الروح شيء الدير والله الروح بعد الصلاه ناخذ فره ولا انا اقعد من باب المسجد نسولف بعد الصلاه ولا اني ايوه ولا اني اروح اجي فطور ثلاث ساعات على الفران تمشى ايش عندك انت؟ وانت عندك؟ انت 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 انا اعطنا الصدق طقوسي بعد الفجر الصراحه يعني صدق صراحه قبل من زمان فتره كان طقوسي بعد الفجر يطول ما اروح النادي هذه في الذمه ولا برا الذمه؟ ومن غبائي لما اروح النادي ايش اسوي؟ ما العب حديد انا نحيف عندي لياقه وكل شيء لا اروح العب سير ما ادري شيء بس اهم شيء اني مشارك في النادي طيب السير يعني ما هو زين؟ لا ما هو زين ليه؟ لان عندي لياقه يلا انت بعدين يفكك الركب يلا انت يلا انا شوف عصمة طيب يا ترج بعد صلاه الفجر ما مشى مع جيراننا والله اي والله كيف؟ شيبونا شيبونا كلنا اي والله ما شاء الله تبارك الله اصلها الله لا يفرقكم اللهم والله الاشياء مثل ذي يا عيال الجمعات الحلوه ذي اقسم بالله العظيم منها حياه الحلوه والله ان جمعاتنا بعد صلاه الفجر دايم انا صلي طول العمر نطلع وكلكم ماشي كلنا سوا انا ناخذ لفه على مربع اكبر منه اكبر من قريه اكبر والله من يمكن شفت اللفه الاخيره بعدها بعد بزياده الشراحه يبلا شرح يبلا شرح قسم بالله وسوالف وضحك وناسه والياء ها قعدنا نسولف وخلتنا سوالف هذا هيفنا على اقرب واحد اقرب بيت فطور وناسه فطور وناسه افطرنا خلاص عودنا اقسم بالله الطقوس هذه الطقوس اللي تجيب العافيه صدق ما ادري لكن سبحان الله تخينك بس تدري في مشكله كل يوم تقوم تقابل عايض بعد صح الله العلي العظيم الله يغضب عليه والله العلي العظيم انه مش بعدين ما تقوم الا 6 المغرب يا اخي سلام ارحب يا ابوي انا ما عاد اقدر اقول لك لازم ثياب لو كان صدري ممتلئ فغير يزاحم
Yeah.
اشوف يا رجال لا عجبت الخطوط ايش السالفه هذي؟ انت انت الروح انت الحلقه اليوم يا ساتر في عيال في فطور في فطور في كل شيء باقي ما شبعت في سراده في سراده مسفر مسفر وسامرة نزل ثيابكم تعال سي 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 ها سي 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 ثم هو كذا فخر بنعطيها سي 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 سامرة ابو سامرة مالك الكاميرا انا 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 ابو سامرة مالك الكاميرا ابو سمرة مالك الكاميرا والله اللي اسويها معكم وش عرضتهم لا 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 زي كذا زي كذا يلا يا ابو حسن زي كذا واحده 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 هذا عرض ليش لا هذا هذا عرض هذا مسخن ذا الله معجب جوك تعال ابو جابر قريب بعيد من هو علمني من هو ابو عدك الله يقطع نصيبك لا والله ما يبارك بلانا اشتقنا يا حلو والله اشتقنا لكن الزمان معرقنا اشتقنا يا ابو عشق والله اشتقنا لكن الزمان مفارقنا ياما ياما وياما عادنا وبنار الشوق تولعنا ياما ياما وياما تعاهدنا وبنار الشوق تولعنا يا حلو اشتقنا والله اشتقنا يا حلو اشتقنا والله اشتقنا تقنا يعطيكم العافيه شكرا اي خدمه يلا استلم يا القطوع المعتكس ايوه ايوه ها مسوي متخفي مسوي متخفي ها طيب والله اسحب 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 حبيبي ابو سمر ورع والله ابو سمر انا حيرك انا بجيك تدري ليه ابو سمر لا ابو اقول انا بصيب تدري ليه بجيك انا ايوه ايوه عشان بقول لك احبك بس ابو سمر ملك الكاميرا ابو سمر ملك الكاميرا ابو سمره وين سلمان سلمان تدري ايش في بالي ذا الحين انطلع 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 ابو سمره ها لا لا انطلع بشوتها 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 انطلع هذا جيب جيب لا 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 بعشق بعشق عرضه في الطايره طايره طايره كبسه فوق لعبت عليك ما جات الهواء ما جات الهواء خلاص قول وحده يلا واحده 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 عيال انا حط واحده انا بقى بعدك يلا يلا الله يشفيك ارفع ايش رايك تمام جامره عقب شاف ولده استخفت ايوه تصرف الصلاه الحين شوف وهذا ولا يلا عليك بسم الله على قلبك ايوه 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 والله اللي ما اتفقنا يا حركات يا اي حتى هذه فاهم اتصلت سويت عند الوكيل مره فاهمينها 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 نتمنى من النعم الله لا بهذه كوره عبرك بكوعك في كبدك شر الله بس عبرك في كبدك ليت يا رب في في عدوينك يا محمد هذا قول بسعمرة ماجد وش في خاطرك من اللي مكدر هذا وش فيك من اللي مكدر خاطرك يا ماجد
والله انا دقت تبدك صح يا ماجد، والدنيا متاهات ودروس حل الله يا المسبح يا ولد. والله احنا نطمل، انا باخذ مسبحكم بعد ما بسبح، بس ما ادري خلي لين يطفي البث. والله سوي سوي سيلفي سيلفي. جانم اسمك كتب تبدأ جانم جانم اسمك كتب تبدأ جانم جانم اسمك كتب تبدأ يا بعد أبو يا تعال نأخذ منك كلمتين حبيبي. ابقى أغنية باكستانية، أغنية باكستانية لازم صوت من باكستاني. أيوة لازم شوية طويل. دل دل باكستان جا جا باكستان جان جان باكستان جان جان باكستان ایسی زمین ایسی زمین اللہ ان کے سوا اللہ جانا کہاں یا ولیکم بڑھتی رہے یہ روشنی چلتا ہے یہ کاریاں جانم اسمك كتب دم دمي جانم يا ها شو ابو محمد تعال شو ذا هاي عيال شين عيال وش هذا هاي اخذ الكرسي حط القرات وش هي عشان كل مره اطلع له اطلع له قلبي انا طالبك يا المره رد 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 قلب سلمى رد 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 سل قلب سلمى رد من اللي الله وجهك تاخذ قلب الريج ابو عاشق تبي قلب انت قلبك بريال جانم اسمك كتب تبدمي جانا اسمك كتب والله انت بتزعل قلبي والله زعل عليك يا الله شفت شفت هذا بسام كل ما زانت الجلسه ايش يسوي محمد جابر؟ يعرض قام يعرض يعني اني اعرف اعرض وهو ما يعرف شيء خنيزه خنيزه يا اخي هذا نقاطك حقت العرضه صح ولا لا؟ ايش قمت تسوي انت؟ ما اعطاني مجال وش المجال؟ انا جيت بداقش عرضه الا هو يوم راح خلاني كملت كذا عرضت كملت اها ايش ما القى حل ريالتي ايش نسوي؟ ذي ذي جينا نقول ادعيه هذا الادعيه لا والله اليوم ايش سوى؟ تكلم عن 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 سالفه قديمه ايام الجاهليه لا القطها القطها كمل اليوم ايش سوى طيب؟ كل شيء يعني اليوم جينا خلاص على المسرح ايش سوى اليوم قام يعطيك كتف على المسرح ليه والله مسلوب حقوقنا مسلوبه والله مسلوبه يا لا لا ما يقول نبغى احنا نحترم نقدر نحترم نقدر نحترم نقدر خلاص يا رجل والله العلي العظيم والله العلي العظيم يعني انت قول قسم انت قسم بالله يا محمد لا تطالع فيني انت خصك والله العظيم انت خصك خلاص ترى انا ما سرقت اخر مره اخذت انا اخر مره انا اخذت محمد جابر اخر مره ريت حق انت ريت حق انت قول لا انا وعاد الحارثي حقوقنا مسلوبه حقوقنا يعني خلاص انا وعاد الحارثي نجي بالجلسه عاد الحارثي عنده قصه بيتكلم يقول عاد الحارثي يوم كانت لقطها لقطها محمد جابر يا ولد يا جابر بسام عشق اذا جاء يا ما يقول قصه استغلت العرضه جاء بسام عشق بيعرض جاء نقص محمد جابر محمد جابر منير كمل الشغل اقسم بالله والله يا منير شغل ما بي كويس منير كذا انا هذا محتوى انا انت شيل ايوه احنا نطالب بايش يوم لنا انا اطالب ان انا وعايض لنا يوم يصير حلو يعني اللوكيشن الاخير حقنا كلنا ناخذ 24 ساعه خارج القرية لا 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 انا يا ربي تعبت هنا والله يا ربي اني تعبت انا يا ربي الله من الله من الحسد والله يا ربي خلاص هذا هذا علق محمد جابر عرضه جيت ابغى اغني غنى معي خذ الاغنيه قلت قصيده خذ القصيده محمد جابر قلت سالفه قطعها هذا جيت ابغى اقول ابغى انا جيت بنصح جيت بنصح إيه اليوم ايوه انا بنصح استدري سوى جام جلس جنبي قال ايوه يا شباب كم نصيحه والاعداد اللي جينا قال انت ما قدمتوا شيء لمني لا والله تدري وش تشوف كيف تدري انا عندي نصيحه هذا مستوى هذا محتوى من اول اسمع من اول من اول الاستوديو محتوى فلان 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 بس استعطاه خلاص لا 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 انت يا ابو زاد يا ولد انا ابغى اضرب زاد انت انا السالفه قلت يا الربع انت يا عايد من يوم الجمعه انا قلت يا الربع ترى بتكلم بنصح يا الربع ترى قال
انا 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 شن السالفه رايحه ارحب لاني جالس لا سالفه ولا شيء يا اخي والله ما يرضي يمكن السالفه كنت بقولها حقت قبل شيء صلاه الفجر شفت انت انا قد ايه والله الذي لا اله الا هو سوالفكم خنيس اي ادري ادري صدق خنيس ها حتى سالفه الذي سلبوها خذوا قالوا حتى سالفه قالوا فطور يعني احنا يعني نمسك محمد جابر الجين انت يا مشعل الجين ما عليك مره مره لا اله الا الله والله العلي العظيم لا خبز اذا نقص انفك عشان ما يرمى زين روح ادعي على الصف هذا ابوك قد الرجال وش الفوق فكوا من الحين فكوا لين نقلك سبيكر يا عم منير انا نفطر يا عم منير انا مش عارف سبيكر لا 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 اللهم صل على القرار يود احسن عليك لا تعال هنا تعال هنا تعال ما هذه ما هذه ابغادي ابغادي بسم الله الأول من الأولات وصلوا على النبي اللهم صل وسلم عليه اسكب هذي بس المهم هذا فطور مقدم من جروب الدعم بيض الله وجيهم بيض الشهر والله يجود عليهم يغنيهم يرحم والديهم صراحة أنهم ما قصروا لا معي ولا معكم أجمعين من ناحية جروب الدعم بيض الله وجيهم وجمل الله حالهم يعلم الله أنهم ما قصروا وفي رسالة أرسلوها قالوا بالعافية عليكم شيء بسيط مقدم مننا وأول الغيث قطرة أصبر علينا وبيجيك اللي يرضيك ويرضي المشاهدين بإذن الله من فريق دعمك الموقر اللي مو متأكد والله متابعين الله يجعله بالعافية الله يجعله وجود عليهم تحية وجيههم محمد السبيعي والله ما قصر علي علي مشعل اقول تقلط معك وقوم الدعم اجمعين محمد السبيعي هذا رجالكم نعم استوى هنا رجال محمد من السبيعي محمد السبيعي رجالكم لا هو ولا علي اصبر واقف القوية الجماعة مشعل لبيك اي لاف يو انت قرب دعم حبيبي اشكرك انا ليه ما حد بيجي هذا وش هو يجي قول هو ها قول تحفه هنا هنا احسب لنا قصيده لا 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 ابو مرعي يا سلام يا حبيبي علما جابك الجنه ليه احسب اني والله العظيم يا ذا كل ولا بجريش لبك منك ذيك داوي ما ادري وش كنك مبرك لنا قعود جعل الوالدين صونا والجاي يعظ جعل لي منك طيح حينا في دار الوالدين قول جنة انا ما يصدق الاول عمل والله والله انت خبيث ويجمع حالك الله يبارك لي عينك لا لا انت غريب هذه من قرونا ما نعدمكم ولا نفقد روسكم عشقت بها خفيف عشقت بها الله يجعله من عافيه هذه من جروب الدعم اللي من عندي ان شاء الله قريب يا شينك الثانيه من الثانيات يا مصيح الله يبيض وجهك يبيض وجهك قال انا تبغى تقرا هم جايبين السحابه بكبرها اي والله مع ان الكيسه يوم جتنا فيها ريحه ديزه عرفنا من جابها وبيض الله وجهه معروف القمر الحاضر راعي مدبله يا مشعل كثر الله خيرك والله يجود عليك وبيض الله وجهك انت ودعمك ولا الاول من الاولات انا لما اني قلت الاول من الاولات اعتبرنا هجت معي لكن عسى الله ييسر سمعت كثر خيرك جد الله عليك الله يجعل بيه العافيه والله يجعل والديك الجنه وخيرك واجد يا رب العالمين ما يجعل الله كثر خيرك يرحم والديك لا لا بندر اكل اكل رتويت انا الله يجعل بالعافيه كلكم نسر عليك والله ابو مرعي هذا يا رجال ما شفنا من شيء لا قرب دعنا ولا مويه لمح اكثر مويه مويه ما شفنا من بس تدش مشكلته عقلك ما لها يصور كل ما لها يصور دخل شاعر هنا يطلع طفل اخاف بكره
اودي الحضانه الصدق. انا مالي شغل وياه واخذ صنع بكل حب حط على طفل طفل لا تستغرب يحطها على الثلاجه يعني على الثلاجه خلاص بعد تسر فسر مشعل مكان 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 والله ذي العافيه امنعني منه هيا شوف ولد ولد افطر يا ولد ولد يا والله نعمه نعمه وانا ابوك الله يرجع هذا لوي ابو جامل والله انت يعني عصير مو في عنك 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 تعقب ولد عشان عصير الله يجود عليك مش على الحمودك وبيض وجه فريق دعم والله ان عينه خير الله يرحم والديك الله يجعلها عبد المحسن كل ما خليت شيء والله انا ما خليت شيء صدق الله ما كان شوف شوف ارتاح الاول امنه اناديني باسمي يوم اناديني زاني امنه الثانيه وتفت قرب امنه الثانيه عجب استعملي معك منير 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 تكفى ذبح ذبح لا 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 ما صح امسك يا بس والله اللي سويته ذاك اليوم انت يا ابو دنعه النهج ولا قصور اللي يجي من مشعل اجمل واجمل ما يحتاج عندك نازيان بكثير ما عاد الا ابن دنعه سوى مطاعم ودافع الرجال في ايش معك فيها يعلم الله علامة حق انه صنع بكل حب وش ما هذه يوم يقصرني و... من دنعه انا اللي سويت مو مطم السله عاد لا تدعي علي علي على بوجه امه في مثل عن جدي يقول اطعنت في جر ليه والله ابشروا بس يعني ما بطينا الا احنا جايبين شيء انكم هني اقول لك اقول لك مطم السله شكرا لا والله العظيم ما والله يوفقك والله ما امسك العم ضعف خبطت لي غدير اشرع جمع شربت وطابت خواطرها يرجع مع مشعل الله يكثر خيرك خلني اياه آه لا يا ابو دعم خول جاي ظروف ما لهم داعي والله ما لهم داعي هذا جسم مش داعي يا ورع يا طفل اذا تخبطت لي غدير اشرع جمع يا بابا شربت وطابت خواطرها والله العلي العظيم اني لعلك هناك قابل لك على الحين بين العين ولا سلمت منه عمر عليك يا مشعل يبي العافيه يا والله هجت معه ابو محمد بيبي يقول لجدي لا تحرك من مكانك وعد قول ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله حول ما شاء الله انا ايش اسوي فيك انا ايش اسوي فيك هيب قلت على وش قلت ما شاء الله هيب انك بالشني تقول ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله على وش يا مشعل جعني والله في الدنيا اقرب صوب عطر زندق يهيب قل له يهيب 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 لين تمسي يابا بعطيك يابا لا بهبس لا بيض وجهك انا بقسم للرجل اللي هنا ورديتني على هذه الله لا يبيض وجه لا 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 سم انت راك فيك خوض وفيك كتابات يا مدري ايش ما الله يجازيك الان قولها الان وقت انا قلت حلو انا قفت البيض اللي عندكم وش شكشوكه كل كل كرشوكه شرشوكه خذوا من ده بدل بدل مراك نادر يصايح ها نادر شيء يندم يا زبده يدين يديني راحت سوده من الحال اذا ابتلاني في نفسي ابتلاني في نفسي يا رجيف طيب ما شاء الله امان انا جميل والله انا ادعي عليك ادعي علي انا دعوه جابر ما راح تجي ابو جابر عليك توكل ادعي عليك والله يتحلبس مدتي صح صح لا عاد يقوم مدتي ابو جابر انا في وجه الله ثم وجهك ابو علي بو دادا انا في وجه الله ثم وجهك هاي دبدب دبدب انك تفكرين في احد اذا لا اقول لا امزلك خويك رفيقي قول قول يا قوم يا قوم خير التحيه رفيقي والله مشكله ثم والله ابو نايف شف طالع فيني طالع في الرجال والله يا ما فيكم مودي من نقوم عليها جاتري خلاص ما عاد فيها شيء يا رجال شفت طول ما يتعشى انت
أهنيك أهنيك على العريف ما يبكي الله يحفظ ما يبلغ أرز الجيع أهنيك يا منير 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 تعال منير تعال والله يجي والله يجي والله الله يكثر خيرك ويجود عليك يا مشهد الله يجعل بيه العافية خير في الإقدام والله راح تتفنن عاداتكم احنا من ربعكم الله يجعل بيه العافية وجعل دائمة من أشهر كثر الله خيرك محمد الله والدي والله وجهك مجمل ومطلق خير من يمثل ربعه وحياته من غير نعم والخير جاي وعقبني فنجال ان كان قلطت في سفرتنا الحرث ذافيه اخر هنا توكل على الله والله الجبل تخبطت في غدير وش راح تجمل مشعل مشعل يعني في قرور توصل للغدير الحشمه للنعمة وللرجل اللي جالسين يا حال ولا اطلع برا يا جعل العافيه من يقول يا رب العافيه احس كيوت الله يجعل رب العافيه كيوت يجي منك فطور بريكفاست الله العلي العظيم يا حال كثر خير مش انا اليوم كان متفرد الله يبقيك يا ابو يوم جاب الفطور انا ندرك بالسياره يا مشعل انا بالسياره ندرك معليش يا الجمان ولدكم خذ قلبي كثر خيرك يا مشعل الله يجعل رب العافيه طيب والله انكم ما افطرتوا يا رجال بس ما ادري الفريق دامي يشكو ومسحنني جابوا ملعب الصابوني تسكيته والله احمد ربك انه كم ابو شكله غالي يا ولد ملعب الصابوني يا رجل شكله قطع ما وراه قالوا تي وكان ترى ملعب الصابوني 200 انت فين فريق دامي فين فريق دامي وين فريق دامك انت دبيح صدق انت يا رجال هذا المفروض ما تقول له شيء هذا طاح سنه ولا اقدر اسوي شيء فريق دامي حتى ما تعمدني بالسلام على وجهي الله يقوي وجهي ومرعي على وجه رايدي والله وجهك دعمك كنت وجهك ابن عمي ماني الا وياك الاخوان وانا وياك سوا انا ما خلص منك مجمعنا عند قريب البعيد يا الوالدين في الجنه ها القوم القوم خاصه من جنه جاك يا منير هذا فريق دعم معلوم هذا مشعل فريق دعم الاول من الاولاد اصبر إيه فريق دعم هذا يجيب هذا فريق دعم واجيب هذا كله مشعل علي درع رئاسه علي درعان محمد السبيعي محمد السبيعي سياره دبل والجروب كامل هاي لوكس دبل ديزل هذا فريق دعم جابه هذا فريق دعم ما فيه سحنان هذا فريق دعم ما في شيء انا فريق دعم ما في شيء ما في سحنان انا ميح شوف حتى بلوزه ما في حق هو بلوزه حقنا بعد منير فريق انا ابو انا ابو انا ماني اللي ماسك فريق دعم شكل ابوك اللي ماسك فريق دعم انا فريق دعم انا هو سوي ملعب صابوني بعدين سحنان هو في لعبه ما هو ما يجي هذا ما يجي بوفيه معلوم بوفيه انا فريق دعم انا يجي انت يسوي شرشوك ما بدو ولا في شيء بشوي هو عمو عمو لا عمو ثاني جماعة يجي ممكن عمو يجيب جريش ممكن حط مرقو ثاني جماعة حط تبغى كيس هذا ما في كيس هذا ممكن يطلع براي واروح لا لا ان شاء الله كلام ان شاء الله هذا افضل ولا انت فطور افضل السلام عليكم هذا ولا انت فطور لا لا هذا احسن كويس انت فطور افضل الفطور اهم شيء انك عارف شرشوكة حق انت شرشوكة حق انت 100% انت منهم مين انت شخرك يا البسه شرشوكة منير ازهم عليكم ثوم بالبيض ازهم والله ما سمعتك ابو منير هذه من فريق دعم والله يجعل ما فيهم ضعيف انت شرشوكة بدون بالبيض ما في شرشوكة هاي والله ما في شرشوكة عليك فيديو طويل هذا العرب ودك انه ياكل وكا عاد بقى اي والله ليه يا ابو قمت الاول من الاولات ابو حنيف انت جبت ملعب الصابون وانا وياك الحمتن وحده يا مسلم تكلم زين تكلم زين فريق دعمك ودعمي يعني والله هدف وابشر بالمتزبلات فريق دعمك فان سيل ما يعطي الا ايش من سبره والله ما شفنا لا كبر ولا شيء كل الثنتين ما شفنا اقول اعتبر فريق دعمك يا نما انت نما اقول كل حقتي ذي لا تصرف لا مرحب يا مرحب ممكن فريق دعمي فريق دعمك ممكن لا 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 فريق دعمي مكتوب فريق دعم سعود الحشم مو مكتوب سعود الحشم واحد عشان ما يكون فلوس ما عليه ما يدخل هذا فريق الدعم اذا ما يجيب ما طعم اتحدى ثاني خبر المتسابقين الاول الدفعات اللي راحت كانوا يجيبون اول ثلاث ايام اربع ايام عرفت كيف؟ أيوه. من بعدها ما عاد يجيب شيء ولا شوف اللي يتاخرون ذولي يجيك بوفيه خلني اعلم ليه جابوا في الاولات؟ لان يخافون رجع يطلع ابراهيم شيء اللي قد ورد على الرجو قد اعطى الرجو خاص منه مو في الاخر شيء بعد الا ما عاد 12 رجال ولا
صح مضغه ولا مضغه ابغاني بيبس يا مضغه والله العظيم انك تجيب الكلام وتنطر علينا احنا نجمع لك انا بجيب شحم من يملا فمك لا يشعل عيد ورده ولا يقول لك الحمار الله شبع نهت نهت مو بنهك نهت اعظم من النهك النهت انك يا ولد يا ولد يا مسلم تحق زين اقسم بالله انك لو ما تنزل يدك اني جي كف اني كل اللي يتعلم به اتكركف لك بكف صدق اسلم يا صبي ولا كلمه منير هذا انا هذا ولا لقم نظر اثنين ما في كويس برنامج انا اعلمك الله يغنيك وبنظف الكاميرا وبقدح وين هيك الله يغنيك وبجود عليكم وفريق دعمي وبيض الله وجيكم جم الله حالكم والقم والقم والله لعيونكم جعلني في دار بعدين بسك سؤال مالك دخل يعني لا لا تسأل بعض ال بعض بعض وش سؤالك يا ولد فزي 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 بعدين انت اصبعك مخشوشه ورا ليه فيها شاص روح زاوي روح زاوي روح زاوي روح زاوي اه قال لي كلام شفت الكلام اللي قال لي يا لا ما تصير لا كرنج نما لا كرنج كرنج انا بدك دم كويس اي خدمه وطن اجمع يا اخي واحنا بلا تستحي شو بيتكم أواكلك ها؟ أواكلك كيف تواكلني؟ أحمد يعني أوانسك خلاص ما يهون يا أبو ميحي ها؟ بسم الله جرحوك جرحوك جرحوني جرحوني شلت اسمي هيا حلاق 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 بعد ما قال ها منير ها منير منير الحين مدى انت وهذا يشوف انت تلفزيون ما شاء الله كل يوم كل يوم انت في ولد بنت كم اثنين ولد ما شاء الله وهنا في اثنين اخوان هنا اثنين اخوان هنا انا اخوه هذا اخو حبيبي بقى. انا مدام انا اتصل كلام انت روح روح كاميرا انا شوف انت والله هو يقول روح كاميرا عشان شوف انت انا هنا بس حركات واشوف كل بيت انا فيه هو يحط تلفزيون قناه بدايه لا جوال جوال ما شاء الله هلا اي والله الله يخليهم لك ان شاء الله الله يطول في عمرك وعمره شوف لازم فطوط ايه هو الحين يشوف انت انت وش يقول هو يشوف الان ايش كلام بعدين شوفوا انت وش كلام الحين هو يشوف انت كلام باكستاني ما في مشكلة. من يسكو بوليغا جاو تي في موبايل بديكو مجي. انه يقول انهم يشاهدوني على الجوال. ايوه. ايش بعد؟ ايش كلام؟ تسوي دعاء. تسوي دعاء ولد انت. الله 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 يطول في عمرك وعمرهم يا رب. ايش اسم؟ انا سلمان. انا محمد. محمد. ايوه. انت ايش اسم؟ منير. صح؟ منير. منير يا منير. عليته يا انجد علي انا كثير خير مواجد الله يكثر خيرهم اللهم والله انا مره بتمر على الباب جعل والله فيه العاب يا الشيخ والله 100 انت 100 والحمد لله يبغى احنا بياض بعد شيل شيل هذا انت مليون الله يسعدك يسعد مثل ما سعد الرجال مستانس الله يجعله بالعافيه يا مني يقول انا اليوم بطول زياده الحمد لله. جعل خيرك واجد يا مشعل الله يجيب عليك. الله يجعله بالعافيه. امور بيك. علينا تسوي هذا كله. ها؟ شو يحييك؟ ركب ثلاثه على. ايوه ايوه انا يعطي هذا حلا. ايوه معك ولا معي؟ ها؟ لا. اي ما عليك. شو تفطر افطر انت الحين وما عليك امر الله. افطرت الله يجود عليك ويجود عليك. افطر يا ولد. والله اني افطرت اقسم بيت الله توحي موكني. الله يجعله بالعافيه. ايش عاونك فيه؟ يعني فداك لا بس خليني بارك لهم صحنين ولا ثلاث. انا هذا شيء شوي. اوكي شيء. اشيل لك شيء على دربك اطهم ذا وبشيل لهم ذا اربع حلاقين باقي موجودين اي باقي روح والله نهدفها وحلق انا هبد لهم عريكه ولا يمديك تشيلها ايه
الصبر عدنا ون يسكبا ترتوي منه الضبا يا بداية مرحبا عندما هب الصبر عدنا ون يسكبا ترتوي منه الضبا اخذوا العلم الأكيد عودة الإبداع عيد يوم عادت بالجديد بالنوادر والمفيد يا هلا Oh,